وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ صالح القلاب وزير الإعلام الأردني الأسبق من العاصمة الأردنية عمان. مساء الخير سيد صالح. إذا كما رأينا تعددت الفضائح وتنوعت، والتي كما رأينا وصلت إلى أعلى المستويات في أسرة بن ثاني، إلى أي حد تعكس هذه الممارسات حال هذه الأسرة وأسلوب إدارتهم لقطر وما يرتبط بها من إرهاب؟ يعني شيء مؤسف. يعني قطر يعني دولة عربية خليجية، يعني موقعها في وسط الخليج، وحقيقة احنا متابعين الأمور ونعرف انه في دول خليجية اخرى وايضا عندها امكانيات مالية، ولكن التصرفات تصرفات محترمة حقيقة، وما بدي اسمي اسماء، معروفة الاسماء. يعني الموضوع ليس عبارة عنه القدرة المالية هي اللي تدفع لهذا الانحراف الموجود. يعني في الدول الخليجية الثانية موجودة ومعها أموال وتتحرك، وهي توظف هذه الأموال من أجل شعبها، توظفها من أجل أشقائها، من أجل أصدقائها، ومعروفة الأسماء، يعني معروفين الموجودين. أنا لا أعرف هذه الدولة، وأنا يبدأ هذا الانحراف بأن واحد يعمل انقلاب على أبوه. يعني عنا احنا نعرف الانقلابات العسكرية، صار انقلابات عسكرية في دول عربية متعددة، ولكن يصير نظام على نظام، يعني نظام واحد عساكر يعمل انقلاب حتى ياخذوا النظام يكون لهم الموجود بالمنطقة كلها. يعني بديش أسمي أسماء، معروفة هذا الموضوع. أما إنه اللي يصير إنه واحد يعمل انقلاب على أبوه، يعني أنا ما بعرف، هذه أم الموبقات، هذا أهم من عمليات الاغتصاب وأهم من العرافات وأهم من كل ما يقال. لما يبدأ هذا من مشواره القيادي بأنه يعمل انقلاب عبوه، يضطر أبوه يلجأ إلى دول عربية ثانية ويلجأ، والموضوع مش موضوع مصاري إنه يجي يقول له والله أنا بودي له مليارين ومليار ومش عارف شو هذا. لا، الاحترام هذا أكبر موبقة بالدنيا إنه واحد يعمل انقلاب على أبوه. يعني عرفنا انقلابات عسكرية بسوريا ومصر والسودان وكل، وبدنا نظن نعد للصبح، ولكن إنه واحد يعمل انقلاب على أبوه على والده يعمل انقلاب، هذا الموضوع. ولذلك حقيقة أنا شفت هذا اللي نشر، وشفت حتى هذا الشخص هذا الصور، وهذا هذا 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 معناته في انهيار داخل العائلة، وهذا مش القطريين، هذا مش الشعب القطري حقيقة. الشعب القطري شعب محترم، شعب نظيف، إخواننا أهلنا. أنا ما بدعد ممكن يكون فينا إشاد ديني بكل منطقة بكل بلد بكل شيء في وانحرافات وفي كذا، بس حقيقة إلى الدرجة هاي توصل انهيار، يوصل للدرجة هاي إنه واحد يقتل ناس ويسوي يقتل ناس ويعمل الفضائح ويعمل هذا الكذا. هذا أنا شفناه إحنا بالتلفزيونات، والتلفزيونات هي تتحمل مسؤولية اللي نشره. يعني إحنا شفنا بهذه الوسائل الإعلام رأيناها، رأينا ما أنا ما كنت أعرف عنها، وأنت لما لاحظت وتابعت هذا الموضوع والله إنه مش كويس لا لقطر ولا للشعب وأيضا ولا للعرب. لما يكون الولايات المتحدة الأمريكية ويكون بدول خارجية، ولما يكون بيعرفوا إنه هذا عربي، هذا مش لأنه كذا كذا. طبعا العرب فيها آلاف من طلبتنا تخرجوا من الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن يكون منهم اثنين ثلاثة أخطأوا، بس إنه يصل الخطأ كما نقل يصل الخطأ إنه شقيق رئيس الدولة هو الموجود، شقيق أمير الدولة وابن العائلة. نعم سيد صالح، وأيضا بعد ارتكاب هذه الجرائم كانت هناك محاولات مستمرة للهروب من العدالة والخروج عن القانون، كيف من ممكن أن نفسر ذلك أيضا؟ يعني أي قانون لما هذا الموضوع يصل للدرجة هاي؟ يعني أي قانون القوانين هاي تردع قبل،
يعني كان يكون في قوانين تردع قبل انه الواحد يرتكب الجرائم. يعني بالقانون بعدين، هلا مين القانون اللي بده يحطه بالسجن هذا؟ اي قانون بده يحطه بالسجن؟ مين قانون؟ اهله، ابوه، اخوانه، وهذا الموجودين؟ ما يعني هذا القوانين تردع قبل الاقدام على 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 الانحرافات وقبل ارتكاب الجرائم، القوانين تردع وبعدين تصير العقوبات. ولذلك حقيقه انا اللي بحكيه هذا شعبنا، الشعب القطري واهلنا واخواننا وهم ابناء الخليج واشقاء البحرين واشقاء الكويت واشقاء المملكه العربيه السعوديه، وهم جزء من هذه التركيبه الطيبه الموجوده في منطقه الخليج. ليش يصير هيك؟ لانه اللي قاعد بالولايات المتحده الامريكيه ويسمع عن هذا بيقول العرب، ها؟ ما بيقول قطر، بيقول العرب، بيقول هذا تبعين الخليج هذول. هذا بيحكي هيك واحد لما تصير بامريكا هذه الانتهاكات ولا تصير ببلد ثاني، هذا 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 التهمة والشتائم والهذا تروح على العرب. نعم، ولذلك احنا نتضايق لما نشوف هذا. نعم سيد صالح، فقط لنستثمر الوقت في السؤال التالي. شاهدنا على صعيد السياسة الخارجية تصرفات قطر وسياستها المرقة وتحركاتها المشبوهة، كيف تنظرون الى ذلك؟ انا اللي احكي ليش قطر، شو بدها بتركيا؟ وليش تدخل هذا الدخل؟ شو بده؟ ليش تصرف اموال الشعب القطري على 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 اردوغان وعلى مشاريعه، ويروح على افريقيا ويروح يحتل دوله عربيه وينهب اموالها وينهب بهذا؟ ليش هذا الموضوع؟ يعني هم مش بحاجه اليه، لا مش بحاجه اليه، يضعوا حالهم بتحالفات. انا ما بعرف، انا ما كنت اعرف انه قطر اخوان مسلمين، انا ما كنت اعرف على الاطلاق ابدا. وبعدين اي اخوان مسلمين اللي ماشيين مع 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 مع, مع اردوغان ورجب طيب اردوغان، اللي لا كان اخوان مسلمين ولا كان شيء، والاخوان المسلمين هو مطيه له حتى يقوم بالاجراءات اللي هلا يتحرك. كيف واحد دوله علمانيه تركيه صنعها مصطفى كمال اتاتورك، هي دوله علمانيه ما لها علاقه بالمواضيع الدينيه. نعم. كيف رئيسها المرشد الأعلى للأخوان المسلمين؟ هذا نسأل الشعب التركي، كيف يصير هذا الموضوع؟ ولذلك أنا بحكي إنه إخواننا في قطر هذا الطريق مش إلهم، والشعب القطري لازم يأخذ موقف. نعم. الشعب القطري الشعب عظيم، وإخواننا وتاريخهم نظيف، ولذلك تشوهوهم بهذه الطريقة، حقيقة هم لازم يكونوا لهم دور أساسي. نعم. في هذا الموضوع. وأنا بعرف إنه في ناس ومن العائلة في ناس جيدين ويرفضوا كل هذه الانحرافات. نعم، الأستاذ صالح القلاب وزير الإعلام الأردني الأسبق من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.